خلينا نكمل بس مقال لأشرف الشريف وبيكلم على لا ملكية ولا جمهورية أو ولا عسكرية. بيقول أشرف الشريف على الفيسبوك في ذكرى 23 يوليو 1952، ما قالش بقى الثورة ولا انقلاب، قال أنا عايز بس أوضح أنه مش معنى أننا بنهاجم في الضباط الأشرار ودولة يوليو المنيلة بنيلة اللي بنوها دي وعايشين وعايشة تدمر فينا لحد دلوقتي، مش معنى كده أننا ننساق ورا الكلام الفاضي الخزعبلي بتاع مخابير العصر الملكي، وأن مصر كانت حلوة وجميلة قبل 52 والكلام لهبل ده والخرافات صافية قايمة على جهل فادح بحقائق أوضاع ما قبل 52. نظام ما قبل يوليو كان في مجمله مليء بالتناقضات، وكان له أن يسقط ويرحل بسبب عجزه عن مواجهة أزمات سياسية واقتصادية وانفصاله عن الواقع. مصر كانت حلوة فقط بالنسبة لسكان الأحياء البرجوازية وبعض أحياء الطبقة الوسطى في القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرى، وشكرا على كده. إنما بقية الشعب وهم الأغلبية الكاسحة كانوا حفاة عراة جوعة ومرضى وبيأكلوا تبن. النظام ما كانش ديمقراطي ولا بطيخ. دستور 23 الشهير كان بيتم تجميده في أوقات كتيرة جدا لصالح الأحكام العرفية وأحكام الطوارئ، وده ستير سلطوية استبدادية مقننة مفروض من أعلى. وأصلا دستور 23 كان يجعل الملك بصلاحاته الواسعة سلطة مطلقة فوق دستورية. ده كلام أشرف الشريف. أنا بختلف مع أشرف كليا تماما. كل واحد يطلع مشهد أو صورة لمصر في الأربعينات ويقول شوف مصر زمان كانت عاملة إزاي، هو بيتكلم على دول. بيقول لا طب ما مصر كان فيها حياة تانية فقيرة جدا. ده صحيح، وإحنا سبع هنا اتكلمنا عن مشروع مقاومة الحفاء اللي عمله الملك فاروق. ده صحيح، بس أنا عايز أشرف الشريف من أي زاوية أنت بتتكلم يا سيد أشرف؟ ممكن أسألك على لما الملك فاروق حب يعمل صيانة يعني لليخت فخر البحار، فاكر القصة دي؟ يخت ملكي اسمه فخر البحار، الملك فاروق ده يخت بتاع الملك، الملك حب يعمل عليه تجديدات يعني العفش والحاجات وبتاعه، وكان هيصرف حاجة بتاعت مش عارف كام ألف جنيه. فاكر يا سيد أشرف لما البرلمان المصري ساعتها وقف وقال لو إن اليخت ده بتاع الدولة الدولة تعمل له عمرة بس ما يركبوش الملك، ولو إنه بتاع الملك الملك يعمل له عمرة بس الدولة ما تدفعش؟ لما بنتكلم على ما قبل يوليو 52 بنتكلم على حياة برلمانية صحيحة، مش برلمان علي عبد العال. بنتكلم على طبقة متوسطة صنعت حضارة وقوة ناعمة لمصر، مش محمد فؤاد أبو رجبة. لما بنتكلم على طبقة أو فترة الأربعينات والثلاثينات بنتكلم على أن مصر في الوقت ده كانت في التصنيع عاملة إزاي، في الزراعة عاملة إزاي، الجنيه المصري كان رقمه كام. مش بنتكلم بقى على مناظر وسط البلد والحاجات دي، ولو أني معماريا ممكن أعلمك درس أن مصر أو وسط البلد في الوقت ده بالملي شبه باريس بالملي حتى الفرفرجية. وأهديك كتاب لفنان تشكيل اسمه حسن عثمان وكان ناقد هو في جريدة الجمهورية، عمل كتاب اسمه بين القاهرة وباريس، واتفرج على قطع العمارة في القاهرة هي نفسها بتاعت باريس بالضبط. حتى دي مش هكلمك عليها، لكن كلمني عن التصنيع، كلمني عن الجنيه المصري، كلمني عن المنتج المصري كان عامل ازاي، كلمني عن المدرسة المصرية، وأهديك مقالة أو لقاء تلفزيوني للكاتب المبدع عبد الله النفيس وبيكلم على مدرسة فيكتوريا كوليدج قبل يوليو وبعد يوليو، فرق كبير جدا. كلمني على جامعة القاهرة كانت عاملة ازاي، على المدارس حتى الابتدائية والإعدادية. يا سيد أشرف، مصر قبل يوليو كانت فخمة فعلا، فيها مجاعة كان فيها، فيها فقراء كانوا فيها، بس أنا عايز أقول لك إن باريس نفسها دلوقتي فيها فقراء. باريس نفسها دلوقتي فيها ناس مرمية على الشوارع اسمهم الهوملس كده من غير بيوت. أمريكا نفسها دلوقتي فيها ناس ملهاش بيوت أصلا ونايمة في الشوارع، مدمنين كحول على عراء على مش شغالين على كل حال. عادي جدا كل المجتمعات أو أغلب مجتمعات الدول متحضرة كده. في نسبة فقر في مصر كانت وقتها، لكن كلمني على الطبقة الوسطى وقتها كانت عاملة إزاي. كل اللي احنا بنسمع عليهم من عباقرة دول طبقة وسطى، كتاب ومفكرين وفنانين كلهم كانوا طبقة وسطى. مصر كانت جنة فعلا. كونك بقى زعلان من واحد جاب صورة وسط البلد أو جاب شارع في اسكندرية واحنا دلوقتي ونسي يجيب صورة الأحياء الشعبية، عندك حق.
كان في احياء شعبيه. بس تعرف حتى الاحياء الشعبيه يا سيد اشرف كان لها سحرها، ما كانتش زي دلوقتي كده احياء غير مخططه، حي شعبي فعلا وفي فقر فعلا، لكنه كان جميل، حي شعبي قديم. لكن دلوقتي بقى عندنا عشوائيات وغير مخططه ونيله. ممكن يكون وجهه نظرك انت عندك حق فيها، لكن من وجهه نظري انا بقول لحضرتك راجع نفسك.